الفريق اللي يسحب اسمه اولا راح يكون هو مستضيف المباراه الاولى لان النظام المتسابق بالنسبه لدور الاربعه راح نادي عمان. نادي عمان نادي صحم. نادي صحم مستضيف نادي طبعا الحمد لله قرأت القرار بشكل مناسب. اعتقد انه ما في فريق ضعيف يوصل لهذا الدور. كل الفرق اللي وصلت الى دور الاربعه معناته الفرق عندها امكانيه الوصول للنهائي والفوز بكاس قيادة السلطان وهذا حق مشروع. واعتقد الانديه اللي فازت ايضا او اللي وصلت دور الاربعه كلها عندها تاريخ انديه عريقه وكل الانديه اللي وصلت لها بطولات سابقه او حصلت على كاس قيادة السلطان الله يحفظها ان شاء الله. فاكيد انه راح نشوف مستويات افضل ومباريات بشكل افضل.